التساؤل عن تسقيف آتين، تنتمنى يكون شي لقاء قريب جدا، ربما نشوف واش يمكن الأسبوع المقبل مع الشركات باش فعلا نديروا الاتفاق الأخير، لأن الآن غادي يكون مشكل تقني فين النقاش الدقيق في النقاط معينة. أما بدأ التسقيف هو بدأ صافي اتخذ، وراه المسؤول عن القطاع قال اننا سنطبق القانون، ايوا ارتفاع الاسعار ماشي بيدينا، عاوتاني غتقولوا لنا ارتفاع الاسعار، ولا ارتفعت الاسعار البصله والبطاطا شنو غنديروا؟ واش انتم الان الاسعار الحاجه اللي مستورده، الحاجه اللي كنتحكموا فيها، ما كاينش شي شركه اللي غتبيع لك بالخساره، كاين شي واحد اللي غادي يبيع لك بالخساره؟ اذا انت خاصو يربح، ولكن يربح في حدود معينه، ماشي يربح على حساب المستهلك. اذا نقولوا نعم الربح، ولكن حدود معينه، وهذوك الحدود هي اللي غنناقشوا معاهم ان شاء الله بالتدقيق. اما بدا التسقيف ما نعرفش شكون تيكتب ان الحكومه تراجعت، الناس يبداو يبيعوا في الكلام، يبيعوا في الكذوب، هذا ما لا يليق، لان انا عمري ما قلت ان تراجعنا، قلت تسقيف متوافق عليه، لان كنت نقول لكم كاين واحد العصابين يديه الا درت فيها غتهرس، خاصني نجيب للمغاربه شي حاجه اللي تبقى، وحنا كنضربوا على داكشي غتبقى ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.